فطت إدارة العمليات الفيدرالية في السودان جامعة وهمية تدعى أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجيا والتي بدأت احتيالها قبل عشرة أعوام مانحة آلاف الطلاب شهادات مزورة في تخصصات التمريض والصيدلة والمختبرات بالإضافة إلى الكليات الهندسية والنظرية بدورها الصحفي تقصت قناة العربية حول خريجي الجامعة الوهمية وتوصلت إلى أن عددا منهم يقيمون بالفعل في السعوديه كما تواصلت ايضا العربيه مع هيئتي المهندسين والتخصصات الصحيه للتعليق على الموضوع الا انهما بادرتا بالاعتذار عن الرد